بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنحل مراجعه عامه على العلوم للصف الاول اعدادي الترم الاول. السؤال الاول: الف اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عباره من العبارات الاتيه: واحد، مقدار الطاقه التي يكتسبها او يفقدها الالكترون لكي ينتقل من مستوى طاقه الى اخر عباره عن الكم. اثنين، مجموع طاقتي الوضع والحركه للجسم: الطاقه الميكانيكيه. 3، وحدة التصنيف الأساسية للكائنات الحية: النوع. 4، أبسط صورة نقية للمادة لا يمكن تحويلها إلى ما هو أبسط منها بالطرق الكيميائية البسيطة: العنصر. ب، اكتب رموز العناصر الآتية: الكربون C، الألمونيوم Al، الكلور Cl، الحديد Fe، الصوديوم Na، الفضة Ag. جيم، احسب طاقة وضع مروحة ساكنة كتلتها 7 كيلو جرام في سقف غرفة ارتفاعها 4 متر، علما بأن عجلة الجاذبية الأرضية بيساوي 10 متر كل ثانية تربيع. عايز يحسب طاقة الوضع، طاقة الوضع بيساوي الوزن في الارتفاع. أنا ما عنديش وزن، يبقى لازم أحسبه. الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية. الكتلة عندي بكام؟ ب7، فعجلة الجاذبية 10، يبقى 70 نيوتن. طاقة الوضع هيساوي وزن الجسم في الارتفاع، هيساوي 70 في 4، يبقى 280 جول. السؤال الثاني: اذكر اسم العضو المسؤول عن حماية قدم الجمل من الغوص في الرمال: الخف. 2، حفظ بذور الصنوبر: المخروط. 3، افتراس الحشرات في نبات الدروسيرا: الأوراق. ب، ما المقصود بكل من درجة الانصهار؟ هي درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. قانون بقاء الطاقة: الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن تتحول من صورة إلى أخرى. الخمول الصيفي: لجوء الحيوانات إلى السكون والاختباء في جحور رطبة للتغلب على الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في فصل الصيف. الممتنة: قدرة بعض الكائنات الحية على محاكاة الظروف البيئية السائدة بغرض التخفي من الأعداء أو لاقتناص الفرائس في الأنواع المفترسة. السؤال الثالث: علل لما يأتي. 1، تصنع أواني الطهي من الألمونيوم بينما تصنع مقابضها من الخشب. تصنع أواني الطهي من الألمونيوم لأنهما من المواد الجيدة للتوصيل للحرارة، وتصنع مقابض أواني الطهي من الخشب لأنها من المواد رديئة للتوصيل للحرارة. 2، ليست كل التطبيقات التكنولوجية لتحولات الطاقة تنال تقدير علماء البيئة لأن لها آثار سلبية ملوثة للبيئة مثل التلوث الكهرومغناطيسي والضوضاء وغيره. 3، أرجل أبو كردان طويلة تنتهي بأصابع دقيقة لتلائم المشي في وجود الماء. ب، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وأعد تصويب العبارة الخاطئة. 1، يمكن الكشف عن غش اللبن بتعيين كثافته. صح. 2، إفراز العرسة رائحة كريهة عند الإحساس بالخطر يمثل تكيف تركيبي. غلط، لأنه هو وظيفي. 3، تدفن الضفادع نفسها في الطين وتوقف عن التغذية في فصل الخريف. غلط، لأنه هو ده بيكون في فصل الشتاء. 4، في ماكينة الحياكة تتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية. صح. إن شاء الله نتقابل في درس تاني مع نفهم نتعلم ببساطة.